ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا حسناء قبل قليل بالرباط حفل العشاء الدبلوماسي الخيري السنوي المنظم من قبل المؤسسة الدبلوماسية وسفارة الإمارات العربية المتحدة بالمملكة المغربية. الحفل الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ويجمع القائمين بالأعمال الخيرية حول السلك الدبلوماسي الأجنبي المعتمد لدى صاحب الجلالة أضحى تقليدا سنويا ينظم بمبادرة من المؤسسة الدبلوماسية والسفارات الأجنبية المعتمدة بالرباط لفائدة الساكنة المعوزة بمشاركة دبلوماسيين ورجال أعمال وفنانين. وقد خصص ريع هذا الحفل لفائدة مجموعة من الجمعيات الخيرية بالمغرب، خاصة منها الفاعلة في منطقة الحوز، في إطار الجهود المبذولة من أجل دعم الساكنة المتضررة من زلزال 8 شتنبر. وسنعود لتفاصيل هذا الموضوع في نشراتنا اللاحقة. الإمارات العربية الشقيقة التي تولي أهمية، وأغتنم هذه المناسبة فتح جلالته يوليها صاحب السمو الملكي.